من مين ولا من مين؟ ميرفت عايزه تاخد نص الفلوس، يجي ابوها عايز ياخد فلوس عمتي، لا انا اللي هيضايقني هموته بالرصاص. وقف عندك! انت مين؟ انا مش مهم. لا مهم، ما دام دخلتي هنا تبقي مهم. انا قصدي مش مهم، يعني نتعرف على بعض دلوقتي. لا هنتعرف، هنتعرف وهقصك بالمقص دلوقتي. ليه بس؟ ليه؟ فتشك وريني وريني. في ايه؟ لفي إيه؟ لفي حاجة. لفي حضرتك لفي. صدقيني معيش حاجة. معكيش حاجة ازاي؟ افتح شنطتك. مفيش حاجة. دي مين اللي بعتك؟ قوليلي، ميرفت ولا صلاح؟ لا فوقية. فوقية؟ قصدك فريدة عمتي صح؟ لا لا فوقية النظرة. وتبعتك ليه؟ انا اصلي جاية من وراها، اصلي عايزة اعرف هي بتفصل فين يونيفورم المدرسة بتاعتها. تبقي جاسوسة. اشمعنى؟ عشان عاجبني قماشته حلوة وشيك، وفوق ده كله ارخص من بره بكتير. انت ناويه تفتحي مدرسه؟ انا جليله الصملوطي، صاحبه ومديره مدرسه الاشجار الخاصه للغات. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلي يا حضرتك. يا اهلا وسهلا، اشهر من نار على العالم والله. يا مدام اشجار، انا اسمي جليله، اشجار ده اسم المدرسه. انتوا الاثنين اشهر من نار على العالم. اهلا وسهلا. بمناسبه بقى النار اللي على العالم، انا عاوزاكي تعملي لي كام علم كده للمدرسه. من عينيا. تحيا جمهوريه مصر العربيه، تحيا تحيا تحيا، ومستعديه اجي لك الصبح كمان واحيي لك العلم. لا يعني مش للدرجات دي. وغير بقى الاعلام ويونيفورم الطلبه، انا بفكر اعمل يونيفورم للمدرسين هم كمان. برافو عليكي، وكمان الفراشين والددوات واولياء الامور والمفتشين، حتى اللي بيعدوا قدام المدرسه لازم يلبسوا زي موحد. متأكد؟ لا دي حاجة ما يتسكتش عليها أبدا. إلا أنا آسف جدا، جيت في وقت غير مناسب. لا لا لا، ده أنا كنت بتودود شوية مع خطيبتي. طيب باي باي بقى، وأنا هرضع العيال واستناكي في الحضانة. أمريني، سمعت انك عايزاني. الا قولي يا ممدوح، هي الهدوم دي منين؟ من الصين طبعا. والله امال انا شامه ليه ريحه زفره كده كانها ريحه كريمه؟ اولا الهدوم دي مش مقاس كريمه، تاني حاجه بقى ان الاستاذ عزتك كان بيودود في ودنك وبيفتن عليا. عزت هو اللي كشفك؟ ما تنكريش ان الهدوم دي عجبتك اول ما شفتيها. ما كنتش اعرف انها من كريمه. ايوه بس الناس الزباين ما يعرفوش انكم انتوا الاثنين متخانقين مع بعض. يعني ايه؟ يعني انا بشكر كريمه انها فعلا رحمتني من الذل بتاع جماعه التجار بتوع وكاله زغلول اللي في شنغهاي دول. بس انا مش قادره اصدق انها هتكسب كل ده من ورانا. ما احنا كسبنا اكتر منها. يعني ايه؟ هنشتغل معاها تاني؟ اشتغل معاها تاني والتالت طالما بنكسب. واذا كنتوا انتوا الاثنين بقى مش طايقين بعض، انا بقى بينكم انتوا الاثنين وربنا يتولى بي. نتكلم امتى وفين وازاي؟
يا ماما احسبيها بس صح، لما نعمل خطوبتي انا وتيتا في يوم واحد المصاريف هتتقسم علينا احنا الاثنين. اتكسفي اتكسفي، وانت بتقولي انت وتيتا خطوبه وكلمه المصاريف دي مش عايزه اسمعها هنا تاني. خلاص يا طنط، انا من ناحيتي ممكن اتحمل كل حاجه. لا، الاصول بتقول ان الخطوبه على العروسه، كفايه عليك مصاريف الفرح. جري يا عمتي جري. ايه هو انت عمتي ولا عمتي؟ انا عمتي الحق. خلاص يا ماما، انا اللي هدفع المصاريف، نصيبي في ميراث بابا الله يرحمه. انا الاسطوانه دي بسمعها كتير قوي اليومين دول، وهسمعها مره واتنين وعشره ومية. الخطوبه يوم الخميس وانت اللي هتدفعي المصاريف كلها. وما تعطلنيش يا حبيبتي، انا رايحه اعمل نيو لوك على ست زرقاء ومباروكه كميش قوي كده وحاجات حلوه. يلا حبيبي يلا حبيبتي يلا تنزلوا تروحوا فين؟ انا عايزه طرزان عايزه طرزان. انا رحت له الجنينه النهارده قالوا لي هرب هرب، لازم ازوق. لا ما ازوش، هو ما قدرش على فراق. خلاص بقى يا تيتا، احنا نخلص من موضوع حفله الخطوبه وبعد كده نشوف موضوع طرزان ده. خطوبه ايه وخطوبه انت؟ خطوبه ايه ده؟ طرزانتي ابي حبيبي ابي حيني حيني حيني، مش يمكن العرباجي لا وبيضربوا على داره بالكرباج بيوجعوا. يا قلبي يا قلبي حي، ما تتكلم يا عمي، ده احنا خلاص حجزنا القاعة. حجزت القاعة؟ نعم يا اختي. خلاص روحوا قولوا للمعازيم احنا اجلنا الفرح لحد ما نلاقي الحمار. مش عاجبك؟ انتوا لازم تنزلوا اعلانات في الجرايد كلها وفي القناة التالتة البحث عن المفقودين. اعلان ايه بس يا تيتا؟ اي اعلان بيبقى معاه صور؟ اهو الالبوم ده كله صور ابي حيني. ابي حيني، خد شوف صور ابي حيني. الله، الالبوم ده، ده انا نفسي ما عنديش البوم زي ده. ايوه يا ابني، انت ما لقيتش اللي يتبناك، انما الحمار اللي يتبناه. وهنكتب ايه بقى في الاعلان ان شاء الله؟ اللي يدلني ولا يقول لي طرزنتي فين هدفع له 1000 جنيه. ليه 1000 جنيه ليه؟ هو طرزان ده كله على بعضه يساوي كام؟ يساوي كنوز الدنيا دي كلها. طب مين يا تيتا اللي هيدفع ال 1000 جنيه؟ مين؟ امك طبعا. تعالي يما تعالي اتفضلي. انا فرحانه يما انها ما لقيتش لغايه دلوقتي طرزان، احلى حاجه حصلت. اتفضلي اقعدي. اهي قاعده تعيط وحالفه 100 يمين، ما فيش خطوبه الا ما تلاقي طرزان. اهي جت من عند ربنا. ليه انت لسه مش موافقه على خطوبه عمتك؟ ولا على خطوبه بنتي. اهدى. في ايه؟ يا لهوي. ايه يدهوي لك حمار؟ قلبي يقول عليه حمار. قال ايه اللي جابك هنا انت يا حمار انت؟ رحت ايه؟ جه هنا ازاي؟ انا عارفه يا اختي، تلاقيه طلع من الجنينه وقرب وجا علينا. طب يلا نخبيه قبل ما تشوفه وتتمم الفرح. يلا راح فين يا طرزان؟ اختبي فين؟ حبيبي ابي حيني ابي حيني، مش قادر على فراقي يا روحي. هتجيبوه سياحتي هتجيبوه سياحتي.